تحريف، ده تخريف تخريف تخريف. الرب يسوع قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب، عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. إشعياء 19:19 يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. نبوة لازم يحفظها كل إبط. الكنيسة الإبطية الأرجبسية حافظت على وحدة التعليم، ووحدة التعليم حافظت على الكنيسة. اقروا الكتاب المقدس كل يوم وادرسوه واحفظوه وعملوا بيه وعلموه وعلموه. بسم الله والابن والروح القدس واحد أمين. نتابع بنعمة الله دراستنا عن الأدلة الخارجية على صحة وحي الكتاب المقدس، ثم سنتناول فيما بعد في إحدى الحلقات الرد على الإدعاء بالتحريف. قسمت الأدلة على صحة وصدق الكتاب المقدس إلى نوعين كبار من الأدلة، الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. الأدلة الخارجية هي الأدلة اللي نستخلصها من الظواهر المحيطة بالكتاب المقدس قبل ما نفتحه، قبل ما نقراه. والأدلة الداخلية بعد ما نقراه وندرسه ونستخلص هذه الأدلة الداخلية. قلت الدليل الأول من الأدلة الخارجية هي المدة التي كتب فيها هذا الكتاب، وهي مدة لا مثيل لها في التاريخ. كتب في 1600 سنة أول من كتب فيه موسى النبي قبل المسيح ب 1500 سنة، وآخر من كتب فيه يوحنا الرسول سفر الرؤيا 100 سنة بعد المسيح، 1500 + 100 ب 1600 سنة. لا يوجد كتاب آخر في الدنيا كتب في مثل هذه المدة. واشترك في كتابته 40 كاتبا، 40 كاتب مختلفين في الثقافات والبلاد والوظائف والعلوم واللغات والأماكن، ومع ذلك اتفقوا كلهم على هذه الحقائق الإلهية المعلنة إليهم. موسى كان قائد عسكري وولي عهد مصر، وكان مرشح يبقى فرعون اللي جاي، وبعدين زي ما احنا عارفين قصته اشتغل بعد الهروب الى البرية 40 سنة التانية في رعاية الغنم، وكان نبي. وصمويل وإشعياء وأرميا ودانيال دول كانوا أنبياء، داود وسليمان كانوا ملوك وأنبياء وحكماء، عزرا كان كاتب، نحميا كان ساقي في قصر الملك أرتحشستا، زكريا كان كاهن، عاموس كان جامع ثمار، في صيادين السمك، في العشارين، لوقا كان طبيب، بولس كان صانع خيام. يعني نلاقي فرايتي كبيرة خالص في الوظائف، في الدراسة، في اللغات، في العلوم، في كل شيء، في الأماكن، في الأزمنة. ومع ذلك زي ما هنشوف في أحد الأدلة، وحدة الكتاب العجيبة إنه من الأدلة على إنه ده كتاب إلهي. الدليل الثاني من الأدلة الخارجية ثبات الكتاب المقدس وصموده 35 قرن. أول من كتب فيه موسى قلنا 1500 سنة قبل المسيح، النهاردة احنا 2000 سنة بعد المسيح، يبقى 3500 سنة والكتاب ثابت زي ما هو، زي الصخر، زي الجبل، رغم كل الحروب الشيطانية الجهنمية التي وجهت ضده لمحاربته، سواء من العالم الوثني أو من العالم الإسلامي أو من الأباطرة الرومان، فأعلن ضده حروب إبادة مثلا من أنتيوخوس الرابع. لكل من يحمل كتاب مقدس يعدم، والكتاب اللي معاه يحرق، وراحوا الناس دول كلهم جهنم، وفضل الكتاب زي ما هو، خرج منتصرا ظافرا من هذه المعارك الدامية. من أباطرة الرومان الوثنيين مثل نيرون ودوميتيان وفاليريان وماركوس أوريليوس وتراجان وديقليديانوس وماكسيميانوس
وكل دول الحرب والكتاب المقدس وحرب المسيحية والمسيحيين راحوا وضاعوا وانتهوا، وخرج الكتاب المقدس منتصرا كالأسد من هذه المعارك كلها. أيضا من الحكام المسلمين من القرن السابع إلى الآن، من الحاكم بأمر الله وغيره، ولغاية النهاردة العالم الإسلامي يحارب الكتاب المقدس، وبعض البلاد تمنع دخوله عندهم، وإن كان بقوة الله دلوقتي الكتاب المقدس دخل عندهم لغاية بلادهم ولغاية بيوتهم ولغاية غرف جميع غرف بيوتهم عن طريق الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية والعلم الحديث. وزي ما قال المسيح سوف يكرز ببشارة الإنجيل للمسكونة كلها ثم يأتي المنتهى، فكان لازم أن الإنجيل يطوف العالم كله ويكون في متناول الكل. ما قالش أن الكل هيؤمنوا به، لكن قال أنه هيكون في متناول الكل، أي واحد عايز يؤمن به ما يقدرش يدعي بعد كده أنه ما سمعش عنه أو أنه ما شافوش أو أنه ما أراهوش. بل أيضا تعرض إلى حملات من الحرب والتشكيك من الفلاسفة المعاصرين. فعندنا فولتير ورينان ولينين وستالين وبرتراند راسل وكثيرين غيرهم، كل دول ذهبوا إلى الجحيم وبقى الكتاب منتصرا وأكثر قوة من كل الماضي. قال عنه صاحبه في العهد القديم، ربنا بيقول في أرمية 1:12: أنا ساهر على كلمتي لأجريه. وقال عنه المسيح في العهد الجديد: السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، في متى 24:35. فيبقى الدليل الثاني هو ثبات هذا الكتاب عبر الزمن من بدء الخليقة لغاية دلوقتي، من وقت ما اتكتب لغاية دلوقتي، وهو من أقدم إن لم يكن أقدمها من أقدم دوائر المعارف المعروفة في تاريخ البشرية كلها، صمد وثبت وانتصر حتى الآن وسيبقى إلى الأبد. الدليل الثالث من الأدلة الخارجية، احنا كل ده بنتكلم لسه عن الكتاب من المظاهر الخارجية، ما قريناهوش لسه، ما فتحناهوش، ما دخلناش جواه. سرعة وضخامة وسعة انتشار الكتاب المقدس في العالم، يعني مش بس انتصر على هذه الحروب، حروب الإبادة والمقاومة من الأعداء الوثنيين وغير المؤمنين، لكن كمان ده بالعكس انتشر انتشار أضخم وأوسع. فالكتاب المقدس هو أكثر الكتب انتشارا واشتهارا في العالم، رغم هذه الاضطهادات والحروب، ورغم صعوبة وبطء المواصلات في القرون الماضية كلها، ما كانش فيه لا طيارات ولا قطارات ولا أوتومبيلات ولا غيره، كانوا يسافروا على رجليهم أو راكبين على دواب ومواشي ولا. والكتاب ترجم إلى عشرات ومئات اللغات، وأول كتاب طبع عند اختراع آلة الطباعة المطبعة جوتنبرج في القرن 15، أول كتاب الطبع كان الكتاب المقدس. ومن بعد الطباعة ترجم الكتاب المقدس في العالم كله إلى النهاردة حوالي 2000 لغة ولهجة، 2000 لغة ولهجة من لغات ولهجات الكرة الأرضية العالم كله. ومش بس انتشار عن طريق الترجمات ولا انتشار عن طريق النسخ، لكن انتشار عن طريق طبعه موجود على المسجل، بيتذاع في الراديو، بيتذاع في التلفزيون، بيتذاع في موجود على السيديهات، موجود في الكمبيوتر، موجود في القنوات الفضائية، بكل الطرق الحديثة انتشر الكتاب المقدس بالملايين. يعني أنا ذكرت مرور عابر قصة فولتير اللي كان ملحد أو كان مسيحي وللأسف أعسر بسبب معاملة الكنيسة الكاثوليكية له، فتحول إلى المقاومة ثم إلى الإلحاد، وقال بعد 100 سنة حيكون الدنيا اتنورت وحيكون الكتاب ده انقرض ومحدش حيقراه.
مات فولتير واشترت بيت فولتير جمعية من جمعيات الكتاب المقدس اللي بقت تطبع وتوزع فيه بال 500 مليون نسخة في السنة، في السنة، من بيت فولتير نفسه اللي ادعى ان الكتاب المقدس ده هينتهي وهينقرض من العالم. صعب عليك ان ترفس مناخس. فثبت الكتاب المقدس صمد، ثم انتشر انتشارا معجزيا جبارا. حتى الان وزعت جمعية التوراة منذ نشأتها في سنة 1804 منه 500 مليون نسخة، بخلاف جمعيات الكتاب المقدس الأخرى في جميع أنحاء العالم اللي وزعت منه ألوف الملايين الأخرى. والآن يطوف الكتاب المقدس العالم وأصبح في متناول أي إنسان في أي مكان. الدليل الرابع من الأدلة الخارجية هو صفات كتبة الأسفار المقدسة، صفات الناس اللي كتبوا الأسفار المقدسة دي، إن كانوا أنبياء أو رسل أو ملوك أو حكماء. تميز الأشخاص اللي كتبوا هذا الكتاب أو أسفار منه، أجزاء منه، بالفضائل كالطهارة والأمانة والنقاوة وحب الخير والقداسة والسيرة الطيبة والتضحية والعلاقة القوية مع الله، وكثيرون منهم بصنع المعجزات والآيات، وكانوا محبين لله وللناس، وتعرضوا في سبيل ذلك إلى اضطهادات شديدة جدا، وكثيرون منهم ماتوا شهداء وحافظوا على الأمانة لكلمة الله حتى النفس الأخير. فصفات كتبة الأسفار المقدسة كلها صفات ناس قديسين وأنبياء عظماء وصانعوا معجزات. الدليل الخامس من الأدلة الخارجية هي مميزات المؤمنين بالكتاب المقدس، برضو دي ظواهر خارجية اللي بنشوف. تميزت الشعوب والجماعات والعائلات والأفراد اللي بتؤمن بالكتاب المقدس في كل زمان ومكان، تميزوا بالرقي والمدنية والتقدم والنظام والنظافة والفضائل والسمو والفرح والنجاح والحرية والقوة والخير والسعادة، بالمقارنة بالشعوب الأخرى المتخلفة اللي رفضت الكتاب المقدس واستهزأت به وما بتؤمنش به، إن كانت وثنية أو إسلامية أو غيرها لا تؤمن بهذا الكتاب. ظاهر في حياة التخلف والبربرية والإرهاب والفوضى والسرقة وعدم الأمانة والكذب إلى آخر هذه العيوب المدمرة للمجتمعات. وصدق كلمة الكتاب على فم سليمان الحكيم عندما قال: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. يبقى الدليل الخامس مميزات المؤمنين بالكتاب المقدس، يتميزوا بالصدق والأمانة والطهارة والنقاوة والحرية والرقي والمدني. الدليل السادس من الأدلة الخارجية شهادة المجامع اليهودية والمجامع المسيحية للكتاب المقدس. شهدت مجامع اليهود قديما والمجامع المسكونية المسيحية والمؤتمرات العالمية بالإجماع على أن الكتاب المقدس هو كتاب الله الوحيد الموحى به من الله بالروح القدس. دليل السابع تأثير الكتاب المقدس في حياة البشر. تأثير الكتاب تأثير قوي عميق جدا في حياة البشر وفي حياة الخطاة، يبكتهم يتوبهم يقودهم إلى معرفة الله، يحول اللصوص والفجار والقتلة والزناة إلى ناس أطهار وقديسين يعيشون في محبة الله ومحبة الناس، يحول الملحدين إلى مبشرين، الطمعين إلى قنوعين، والمتخاصمين الشرسين إلى مسالمين ومتسامحين، الجهلاء والأغبياء إلى حكماء، الأشقياء إلى ناجحين وإلى أناس سعداء. من ضمن الأمثلة شيخ الأزهر الجديد الشيخ أحمد محمد الطيب اللي تعين أخيراً في هذه الأيام، إنه من كلماته الجميلة بتدل على إنه إنسان أمين، قال: ده أنا لما بقرأ الموعظة على الجبل لا أتمالك دموعي، دموعي بتنزل، ببكي كل ما أقرأ الموعظة على الجبل من هذا الجمال وهذا الكمال
وهذا الجلال لهذه التعاليم السامية الروحية السماوية، تأثير الكتاب في حياة البشر. الدليل الثامن شهادة الآثار أركيولوجي، الآثار القديمة، ثم شهادة العلوم الحديثة. كل دي تؤيد من المظاهر الخارجية تؤيد عظمة هذا الكتاب وإثبات أنه له مصدر إلهي ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من إنتاج بشري. شهادة الآثار القديمة لصحة الكتاب المقدس، وجدت صفائح أشورية في خرابات نينوى محفوظة حاليا في المتحف البريطاني، مكتوبة من أيام عصر موسى النبي، فيها قصة الخلق وقصة سقوط الإنسان والطوفان وفلك نوح وبلبلة الألسن، مطابقة لما جاء في سفر التكوين عندنا تماما. وجد عمود بابلي أثري قديم يؤيد معظم حوادث سفر التكوين ومحفوظ في معرض المتحف البريطاني. يوجد الحجر المؤابي المؤيد لأحداث سفر الملوك الثاني، حجر رشيد اللي حل شامبليون أيام الحملة الفرنسية نابليون، أسرار اللغة الهيروغليفية والديموتيقية، وكشف عن الحضارة المصرية الفرعونية القديمة وعلاقة مصر القديمة بأحداث الكتاب المقدس، علاقة طويلة قديمة وطيدة جاءت مؤيدة لصحة كل ما ورد في أسفار الكتاب المقدس التاريخي. هناك نقوش سلوام، مسلة شلمنصر، مخطوطات البحر الميت، مكتشفات وادي قمران مؤيدة لصحة الكتاب المقدس وسلامته. كما أيدت أيضا العلوم الحديثة كلها صحة الكتاب المقدس، سواء في الجيولوجيا أو الفلك أو التاريخ أو الجغرافيا أو الطب أو التشريح أو القانون أو اللغات. مثلا جاء في سفر إشعياء اللي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد إشعياء النبي، 750 سنة قبل المسيح، في أصحاح 40 عدد 22 يقول عن الله الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب زي الجراد لكوني شديد القدرة لا يفقد أحد. فقال لنا أن الأرض كروية، ده قبل ماجلان وقبل جاليليو وقبل اكتشاف العلم الحديث لكروية الأرض في القرن الخمستاشر. في أديان تاني بتعتقد أنه الأرض مسطحة. كلمنا عن الجاذبية لما يقول لنا أيوب اللي عاش قبل المسيح بألفين سنة يقول المعلق الأرض على لا شيء، إن الأرض دي الكروية دي الكرة دي معلقة في الفضاء على لا شيء، مش على عمد وعلى أساس وعلى عواميد ولا على أرنطور ولا على الخرافات اللي حفلت بها الأساطير والأديان الأخرى الجاذبية، وإذا اللي بيأيده العلوم الحديثة كلها. كلام ده من ألفين سنة قبل المسيح في سفر أيوب في الكتاب المقدس. اتكلم مثلا بطرس الرسول عن انحلال العناصر محترقة، تنحل محترقة وتذوب بضجيج. احنا كانوا بيدرسونا لغاية ايامنا ايامي انا في ثانوي ان العنصر لا ينحل ولا يتجزأ، لكن دلوقتي شفنا وعشنا وشفنا ان العناصر والذرة بتتحطم بضجيج وانها ممكن انها تفني ممالك باكملها. الدليل التاسع من هذه الأدلة هو شهادة القرآن نفسه، قرآن المسلمين يشهد عن كتاب مقدس، مع أننا لا نؤمن بالقرآن على أنه كتاب سماوي، لكن من باب تسهيل إقناعهم بأنهم يقروا الكتاب المقدس اللي بيقول لهم نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون سورة الحجر، ويقول أيضا في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال لنا في سورة يونس لا تبديل لكلمات الله، وقال لنا في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي به النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وقال في سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني حط المسيحيين واليهود والكتاب المقدس في موضع التحكيم والتكريم، إن كنت شكك في اللي بيقوله لكم النبي بتاعكم اقروا
بيقول لكم اقروا الكتاب، يعني بيحلكوا على الكتاب واتكلم على الكتاب وشكر في الكتاب المقدس كتير. وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى هدى للناس، سورة آل عمران يقولوا انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، سورة المائدة. وقال كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، سورة المائدة. وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قل الله، سورة الأنعام. آيات قرآنية كثيرة وصفت الكتاب المقدس بأنه فيه هدى وبينة ونور وموعظة حسنة. وفي مش عارف ليه التخريف وال ده مش ادعاء بالتحريف، ده تخريف، اللي يرجعوا تاني عشان الشيطان يضحك عليهم ويضحكوا على روحهم يقولهم ده الكتاب ده محرف وكتاب ده. وحنرد طبعا على الكلام ده كله. فيبقى ادي الادله، اهميه الادله الخارجيه. واقول دليل اخر، دليل عاشر، شهاده مشاهير عظماء التاريخ للكتاب المقدس وتاثيره في حياتهم. شهد له علماء في الفلك والجيولوجيا والحيوان والنبات والطبيعة، وعلماء في الطب والتشريح وفي التاريخ، في الأثار، في القانون، في الأداب، في اللغات، في كل فروع المعرفة والفنون، شهدوا للكتاب المقدس شهادة رائعة. إليكم أمثلة لبعض أقوال هؤلاء. قالت الملكة فيكتوريا: الكتاب المقدس هو سر عظمة إنجلترا وسر قوتها. وقال جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق: يستحيل حكم العالم حكما عادلا بدون الله والكتاب المقدس. كتب على قبر إبراهام لينكولن من وحي كلماته المأثورة: هنا يرقد جثمان أعدل رجل وأعدل رئيس عرفته الولايات المتحدة الأمريكية، كان حبيبا للكتاب المقدس، وكان يشعر أنه لا يمكنه هو أو غيره أن يحكم حكما صالحا عادلا إلا على أساس الكتاب المقدس. إن كل ما يختص بمصلحة البشر مدون فيه، ونور الوحي الإلهي الرائع له تأثير إصلاحي مبارك على الجنس البشري والهيئة الاجتماعية، فلولا الكتاب لما عرفنا الخطأ من الصواب. نابليون قال: نابليون هذا هو كتاب الكتب، لا أمل من قراءته كل يوم، بل أقرأ بلذة وشغف عظيمين، ولا أرى في غيره ما أراه فيه، ولا أجد تعليم أدبي خارقة كتعليمه، والنفس لا تضنك ما دام هذا الكتاب مرشدا له. غاندي قال: الكتاب المقدس تاج الكتب، والموعظة على الجبل هي درة في هذا التاج. إيمانويل كانت الألماني قال: إذا أسست سلامك وتقواك على الإنجيل المصدر والينبوع لكل الحقائق الروحية العميقة، بعد أن أعيا العقل وأفلس في جميع الميادين والاتجاهات. جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق كتب كتاب كامل يدعى الحصن المنيع في الكتاب المقدس. جوتا الشاعر الألماني قال: يتقدم العالم كما يشاء، ولتنمو شتى فروع الأبحاث البشرية إلى الذروة في كل شيء، ولكن لن يوجد على الإطلاق ما يمكن أن يأخذ مكان الكتاب المقدس. سير والتر سكوت وهو في ضجعة الموت خاطب زوج ابنته وقال له: أي ولدي هات لي الكتاب واقرأ. فتحير، ومكتبة الأديب الإنجليزي تزخر بآلاف الكتب، وقال له: أي كتاب تريد؟ عندئذ أجابه برصانة: يا ابني، عندما أقول الكتاب فليس هناك سوى كتاب واحد، اقرأ لي شيئا من الكتاب المقدس من إنجيل يوحنا. عندما أقول الكتاب مع أداة التعريف فلا يوجد كتاب آخر في الدنيا يستحق أن يدعى هكذا إلا الكتاب المقدس. هذه لمحة عن عظمة الكتاب المقدس وتأثيره. نستطيع أن ألخص بسرعة هذه الأدلة الخارجية العشرة في أنه أنها كلها أدلة خارقة للطبيعة، كتب في 1600 سنة بثلاث لغات في ثلاث قارات من 40 كاتب من الأنبياء والملوك والحكماء والفلاسفة والكهنة والكتبة.
جاء كما سنرى وحدة واحدة بغير أي تعارض أو تناقض من 66 صفر 39 العهد القديم و 27 العهد الجديد. رأينا ثبات الكتاب المقدس ضد كل هذه الحروب الشيطانية الجهنمية التي تعرض لها سواء من الوثنيين أو من الرومان أو من المسلمين أو الملحدين. رأينا انتشار هذا الكتاب المعجزي في العالم كله عن طريق أكثر الكتب التي ترجمت إلى جميع لغات البشر، يتمتع ببساطته الكاملة التي يفهمها الطفل الصغير وبالأعماق الكبيرة التي يحار فيها العالم الكبير. طبع بالجميع اللغات وطبع على كاستات وسيديهات وإذاعات وساتلايت وكمبيوترز، ولم يكن ممكنا أن يصل إلى هذا الانتشار الجبار غير العادي لو لم يكن مصدره الإلهي. صفات كتبة الأسفار، ورأينا أن حياتهم كانوا قديسين وأمناء وعلموا العالم الصدق والطهارة والأمانة والحق، وكانوا صانعي سلام وخير وصانعي معجزات، وتألموا وتعذبوا وحافظوا على الكتاب وشهدوا له إلى النفس الأخير. مميزات الشعوب التي تؤمن بالكتاب المقدس: الحضارة والمدنية والقوة والنظافة والنظام، بعكس الشعوب التي ترفض الكتاب من الفوضى والإفلاس والإفلاس الاقتصادي والإفلاس الأخلاقي والإفلاس في جميع الميادين. شهادة المجامع اليهودية والمسيحية، تأثير الكتاب في حياة البشر، تأثير العميق الكبير. شهادة الآثار والقديمة للكتاب وما وجد منها في العالم القديم كله، موجود في متاحف إنجلترا وفرنسا وموسكو والفاتيكان والمتحف القبطي في مصر، كلها مطابقة، والمخطوطات الموجودة منه ترجع إلى القرن الثالث والرابع. كل ده يشهد بالأدلة الخارجية على عظمة هذا الكتاب. العلم الحديث الذي يؤكده أيضا من جميع النواحي، فالقوانين الحديثة كلها أخذت من سفر التثنية ومن أسفار موسى الشريعة الموجودة، تأثيره في الأداب والفنون، الرسم، الموسيقى، كل العظمة بتاعت رسومات عصر النهضة، أنجلو ودافنشي ومايكل أنجلو ورافائيل وكارافاجيو وموريلو، كل دول كلها صور الكتاب المقدس وعظمة الكتاب المقدس، شخصيات الكتاب المقدس. في الموسيقى بيتهوفن وهاندل وباخ وفاغنر، كل اللي كتبوا أروع ما سمعته إنسان كان من الكتاب المقدس. رأينا شهادة القرآن له وشهادة مشاهير التاريخ لهذا الكتاب العظيم. يا ريت نقرأ الكتاب ونعرف الكتاب ونحبه ونعيش عليه، فهو كلمة الله القدر أن تعطينا حياة أبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بالتحريف ده تخريف. الرب يسوع قال: أرسلكم كحملان وسط ذئاب. عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. إشعياء 19:19: يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. نبوة لازم يحفظها كل إبط. الكنيسة الإبطية الأرجبسية حفظت على وحدة التعليم، ووحدة التعليم حفظت على الكنيسة. اقروا الكتاب المقدس كل يوم وادرسوه واحفظوه واعملوا بيه وعلموه.